مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، وحلقتنا النهاردة من حديث التعليمية وحديثنا وحوارنا عن موضوع مهم جدا بالنسبة لبناء الشخصية المصرية، وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، وتحديدا بحاجة مهمة جدا اسمها المشاركة المجتمعية اللي بتربي في الولد أو في البنت منذ الصغر حالة العمل الجماعي، حالة أن أنت ليك حق وعليك واجبات أيضا تجاه المجتمع اللي أنت عايش فيه، بيربي شخصية قبل ما تربي كمان علم. ولذلك احنا بنقول وزارة التربية والتعليم مش وزارة التعليم والتربية، فالتربية هي في المقام الأول، هي اللي بتنشئ قيمة إضافية أو قيمة إيجابية لدى الطالب، إما هيكون طالب سوي وطالب على خلق وطالب ليه حق على هذا المجتمع وكمان عليه واجبات لهذا المجتمع، إما العكس. اسمحوا لنا نرحب بضيوفنا في الاستوديو. معايا ومع حضراتكم النهاردة الأستاذة سهير حسين عمارة، مسؤول مشاركة مجتمعية بإدارة المعسكرات التعليمية. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. ومعايا ومع حضراتكم الطالب آسر أحمد، هو طالب بالصف الأول الإعدادي، ويمكن في بوزيشن كده احنا عاوزين نقوله يخص آسر قوي، وكمان انا بقول هو لسه في اولى اعدادي، ولكن لما نقول ان لسه في اولى اعدادي وبيحمل حاجه هي ممكن تبقى في الذاكره ليه، هو في بوزيشن كده اسمه رئيس برلمان حي حلوان عن الطلائع، ده الطالب آسر احمد اللي في الصف الاول اعدادي. برحب بيك حضرتك. استاذ سهير، المشاركه المجتمعيه ما هياش بس منوطه فقط لغير بتدعيم العمليه التعليميه ودعمها بشكل او باخر، ولكن بنربي قيمه في الطلاب. حضرتك كمسؤول مشاركة مجتمعية، ايه دورك بالضبط في منطقة المعصرة وإدارة المعصرة، وازاي ده نربيه في الطلبة والطالبات؟ المشاركة المجتمعية بالنسبة لي أنا لما قريت عنها أول ما بدأت استخدامها في عملية الجودة، فبدأت أقرأ عنها وبدأت أشوف الأنشطة السابقة اللي كانت بتقام عليها المشاركة المجتمعية، فلقيتها محصورة جدا جدا، ما بيستفيدش منها الطالب، عبارة عنها بتنتهي مش بتترك أي أثر بالنسبة للطالب في حياته بعد كده. فكان أول لقاء لي في المشاركة المجتمعية كان اللقاء مع الدكتور أحمد زكي بدر، كان وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت. فكان عندي مجموعة من الأطفال عندهم قدر كبير جدا من الوعي واللباقة، وده بيشيد للطفل المصري ان هو قادر على ان هو يجتاز اي مراحل اخرى. فبدأت فعلا والتجأت لوزارة التربية والتعليم وعملت الاجراءات وعملت المشاركة المجتمعية، وكانت بدايتها مع الدكتور احمد زكي بدر. تعتمد المشاركة المجتمعية او مسؤولة عن المشاركة المجتمعية لابد ممكن نعرف المشاركة المجتمعية من الناحية العلمية، وهل فيها ليها اطار معين او حدود معينة ما بعرفش اطلع منها، بحيث اللي انا بقول انا لو خرجت بره الاطار ده هكون خرجت بره المشاركه المجتمعيه، في اصول ليها او في قواعد ثابته ليها؟ هي ليها قواعد اساسيه اكيد طبعا، واي شيء ليه قواعد اساسيه. المشاركه المجتمعيه هو ان احنا بنشارك او بنعود الطفل من صغره على المشاركه في كل اجهزه الدوله وفي كل مجالات الدوله. المشاركة المجتمعية مش مجرد اسم، لا، مجرد تفاعل ما بين الأفراد وما بين المجتمع وما بين المؤسسات الأخرى. المشاركة المجتمعية أصلا بتعتمد على أسلوب ومنهج معين بيضعه المقام عليه أو هو اللي بيقوم بالمشاركة المجتمعية، المسؤول عن المشاركة المجتمعية في إدارة معينة، بتختلف من مسؤول لآخر وعلى حسب وجهة المنظومة من اتجاهه. وبرضو لابد ان لها شروط من القائم بالمشاركة المجتمعية، ان من شروطها للي بيكون بالمشاركة المجتمعية او المسؤول عنها لابد ان يكون عنده القدرة على الاتصال والتفاعل مع الجهات الاخرى عشان يقدر يجتاز المشاركة المجتمعية بجدارة، ويكون على وعي وعلى دراية وعلى علم ان المشاركة المجتمعية دي اثرها او نتائجها بالنسبة للطالب او للطفل ايه هي، سواء بالايجاب او بالسلب. انا كنت بستغل اي ظروف بتحدث في مصر بقوم عليها مشاركة مجتمعية. عملت مشاركة مجتمعية مع التصالح مع الشرطة بعد ثورة 25 يناير، وعملت زيارة لمديرية أمن حلوان، والطلاب والأطفال قاموا بتوزيع الزهور على المديرية بأكملها والهدايا، وكانوا مبسوطين جدا جدا وفعلا قدموا لي هو الشكر. تاني حاجة، المشاركة المجتمعية أنا مش بقتصر على مصر فقط، لا، ده أنا عايزة أعرفه على نطاق أوسع
ايه هو الوطن العربي؟ لو فعملت عاوز ازرع فيه قيم ومفاهيم تكون صالحه ليه وصالحه طبعا للوطن فيما بعد، واكيد بالظبط طبعا لما يكون الطالب في مرحله عمريه وهو لسه صغير جدا بيشارك مع المجتمع بيفهم اكتر، بيكون عنده ثقافه ووعي اكبر، وبالتالي بنخلق طالب عنده هذه القيم. احمد انت لسه في اولى اعدادي، آسر واسر اسف اسر احمد ما رحناش بعيد يعني اسر، انت لسه في سنه اولى اعدادي واصريت ان انا اقول رئيس برلمان حي حلوان عن الطلاق. فهمني بقى قصة رئيس برلمان دي، يعني انت عارف لما بنتكلم برلمان والناس تسمع رئيس برلمان يقولوا ايه ده؟ لا، هي الفكرة أصلا مقامة بحيث إن يبقى فيه برلمان مصغر للشباب وللأطفال، بحيث إن يبقى الطفل طالع فاهم يعني إيه برلمان، يعني إيه حقوق ويعني واجبات. الفكرة كلها إن إحنا بنعمل مقابلات على النطاق الحي، وفي البرلمان على مستوى المحافظة انت بنعمل، اولا رئيس برلمان بالانتخاب ولا لا بالانتخاب بالانتخاب يعني زمايلك اللي في نفس المرحله العمريه انتخبوك؟ تقريبا. آه تقريبا اه ولا اه لا تقريبا، مش كلنا بنفس المراحل العمرية، احنا تقريبا برلمان الشباب لحد 18 سنة، ان بعد 18 سنة تبقى تابع برلمان الشباب بس. لكن الفكرة عامة بتقام على ان ما بنبقاش اكبر من 18 سنة، بحيث ان انت لسه بتعتبر طفل، عشان خاطر تطلع تبقى فاهم واجباتك وحقوقك، يعني ايه برلمان ويعني ايه اشراف على حاجة معينة. كل نطاق بيقوم بلقاء مع مثلا حلوان، بنقوم بمقابلات مع رئيس حي حلوان، بنجمع طلبات احاطة وبنقدمها له، بنحاول نشوف مشكلات في المنطقة عندنا نقدمها له، بيقترح لنا حلول ويبدأ يحلها فعلا. وفي على مستوى المحافظة برضو كان في جلسات او عملناها قبل كده مع المحافظ. واحدة واحدة عليا بقى كده، انت دخلت في موضوع جلسات وطلبات احاطة وحاجات، يمكن في ناس في مرحلة عمرية بتكون متقدمة شوية ومش عارف يعني ايه طلب احاطة ومش عارف يعني ايه اعمل جلسة واتقدم بمشكلة معينة واكتب مذكرة، ازاي انت في المرحلة دي وبتعمل الكلام ده؟ وده نوع من المشاركة المجتمعية، اكيد طبعا. والمشاركة المجتمعية في الحياة السياسية بالنسبة لطلبة وطالبات في المرحلة العمرية دي، فاهم او على وعي في المرحلة دي. ايه المشاكل اللي انت كنت شايفها مثلا في منطقة حلوان وكنت حابب ان انت تحلها وقدمت طلبات احاطة بخصوصها؟ مشاكل زي مشاكل الزبالة، المصنع الإيطالي، التحرش والحاجات من كده. وكان انت بدأت تقدم بقى طلبات احاطة بكل مشكلة خاصة بمنطقة حلوان نفسها، تمام. فكرت بمشاكل ممكن تكون داخل المدرسة نفسها، انت حابب برضه تحل مشاكل المدرسة وزمايلك الطلبة والطالبات، واكيد بييجوا يتكلموا معاك ويقول لك احنا عاوزين كذا او احنا طالبين كذا، خلاص بقى انت بالنسبة لهم رئيس برلمان او بتمثل رئيس برلمان بالنسبة لهم. اتكلمنا فعلا قبل كده عن المدرسة، فكرنا ان احنا نشوف التحرش قدام المدارس، الفتيات، الزبالة اللي بتترمي عند اسوار المدارس، وغيرها مشاكل كتير برضه. حاليا نتعامل نتكلم فعلا عن المدرسة. ولقيت في استجابة؟ يعني لقيت انت بتقدم طلب احاطة وانت لسه في العمر ده ولقيت في استجابة من المحافظ واستجابة من اللي حواليك؟ كان في جزء من السرعة في استجابة الطلبات، وكان فعلا في حاجات بدأت تتحل، زي ان الزبالة بدأت تشيل من قدام طب انا المدارس. هنا بص كده على الشاشة معانا، انت ظاهر في صورة معانا دلوقتي كده، احكي لي الصورة دي موقفها ايه بالظبط؟ دي كانت اول مشاركه ليا في الـ كنت كان ده كنت طالع مع وزير التربيه والتعليم في الوقت ده، دكتور احمد زكي بدر كان وزير التربيه والتعليم، كان عندك كام سنة وقتها؟ كان عندي تقريبا 10، كان عندي تقريبا 7 سنين كنت في ابتدائي، كنت لسه صغير قوي اولى ابتدائي. وبعدين انت يعني شايف كده ان انت بتقدم له ورقة او بتقدم له مقترح؟ لا دي مش مقترح، دي كان رسمة، لان انا بعرف ارسم، فدي كان الرسمة من رسوماتي. يعني دي كانت رسمة من رسوماتك. المشاركة المجتمعية ده جزء كبير جدا، والتعريف الاولاد في المرحلة العمرية الصغيرة دي بالحياة السياسية في مصر، وانك ممكن تكون رئيس برلمان في يوم من الايام، ممكن تكون بتقدم طلبات احاطة، ممكن تكون بتشوف مشاكل على مستوى كبير وعلى مستوى اوسع، ده بيربي فيهم ايه في الوقت ده؟ بيربي فيهم الانتماء للوطن، بيربي فيهم الانتماء للوطن، بيربي فيهم زي ما بتاخد لازم تدي. يعني انا كنت بعمل انتخابات برلمانية داخل رياضة اطفال، وكنت بستغرب على المرشحين، كانوا بيجوا كل يوم صباحا بينظموا الفصل من غير ما اقول لهم، فبقول لهم انتوا ليه بتعملوا كده؟ قالوا لي لازم نكون في خدمة الناس اللي انتخبونا، ده من نفسهم حاجة تابعة منهم هم، بس نعم. اكيد شافوا قدوه برضه استاذ سهير، يعني شاف حد هو قدوه بالنسبه له بيعمل كده فبدا يقتدي بيه وبدا يعمل نفس اللي ايوه بيعمله. ايوه فعلا، انا كنت بعمل ليدر. الليدر ده مش مسؤول عن الكلاس، ان هو بيقف على الكلاس، لا، الليدر في خدمة الاخرين. انت عايز تبقى ليدر لازم تكون في خدمة الاخرين، من الايه، من اصحابك وداخل الفصل. وكانوا بيبقوا سعداء جدا جدا بموضوع الليدر ده، مش مجرد ان طالب بيقف على الفصل، لا لا لا، ده بينظم الفصل وبينظفه، والولد اللي عايز يروح مثلا الدبلو سي بيوديه، ويبقى مسؤول مسؤولية تامة عن الكلاس. ف
فطبعا تنمية الليدر، انك انت ليدر، ده معناه انك انت انسان قوي في خدمة الاخرين. وده فعلا كبر مع، انا اسر كان اول ناس في رياضة الاطفال في المدرسة وكان في الفصل بتاعي، فالولاد دول نميت فيهم حب المدرسة، حب الوطن، أخلاقيات وقيم. وفعلا يعني أنا عندي مجموعة من الأولاد هم المشاركين معايا في كل المشاركات المجتمعية. أنا كنت عايزة بس أركز على حاجة، إن إحنا لما بدأت أعمل المشاركة المجتمعية في التعرف على الوطن العربي، عملت أول لقاء مع الدكتور رشيد الحمد سفير دولة الكويت. بعد ما عملت اللقاء اتصل بيا تلفونيا بيعتذر وبيشكرني في نفس الوقت. فقلت له ليه يا دكتور، يعني اللقاء كان جميل وحضرتك استقبلت الأطفال رائع كده. قال لي أنا بشكرك على هؤلاء الأطفال وبعتذر إن أنا كنت واخد فكرة سيئة جدا جدا عن أطفال مصر، لكن أنا اللي وجدته وجدت غير كده خالص، ثقافة وأدب وأخلاق وقيم. حتى لما عملت ليهم حفلة التخرج عملتها في باخرة خاصة بالقوات المسلحة، وكان معزوم الدكتور رشيد الحمد والدكتور أحمد زكي بدر وبعض الشخصيات، فكان لحد الآن بيشيد في المجتمع الكويتي إن في أطفال في مصر لهم قيمة لكن تنقصهم الرعاية. تنقصهم الرعاية، ودي كلمة هنحط تحتيها ألف ثلاث خط. اربع خطوط، هنخليهم ثلاث اربع خطوط دلوقتي، بس هرجع لحضرتك بالجزئيه دي. ولكن انا عاوز اروح لاسر. اسر، انت بقالك قد ايه في المشاركه المجتمعيه؟ والمشاركه المجتمعيه في المقام الاول هي عمل تطوعي، يعني انت كطفل في سن صغير ولسه مرحله عمريه صغيره جدا فكرت انك تكون مشارك مجتمعيا، هل ده بتشجيع من الاب والام من الاسره، ولا تشجيع من المعلمه داخل المدرسه؟ لا، هو في الحقيقه الاثنين مع اراده مني انا، مع إرادة منك أنت. الإرادة دي بدأت وأنت عندك 7 سنين تقريبا. ده فادك في إيه؟ ده فادني ان انا دلوقتي بقيت فاهم الحقوق والواجبات، طلبات الاحاطه، العمليه الانتخابيه بتتم ازاي، بحيث ان انا بعد كده لما اطلع واحاول بعد كده اشارك في عمليه انتخابيه ابقى فاهم الانتخابات بتتم ازاي، ايه حقوقي كمرشح وايه حقوقي كمنتخب وايه واجباتي كمرشح وايه واجباتي كمنتخب. عارف واجباتك وحقوقك واللي ليك كل عليك. طب بص للصوره دي كده، تقريبا دي حاجه من رسمك انت. تقريبا. احكي لي بقى كده، انت راسم ايه وعاوز تعبر عن ايه في الرسمه دي؟ الرسمة دي عملتها لأن كان في فترة من الفترات طلع فيها الفتنة الطائفية، وبدأ الناس تقول إن المسلمين بيضطهدوا المسيحيين والذي منه، فحبيت أرسم الرسمة دي عشان خاطر أعبر عن إن مصر لن تنهض إلا باتحاد المسلمين مع المسيحيين سوا. اللي احنا نسيج في وطن واحد، ومهمتنا هو النهوض بهذا البلد، وكل واحد فينا ليه دور وعليه واجبات تجاه هذا البلد، وطبعا البلد ليها برضه دور واتجاه ناحية المواطنين. عاوز يعني اتكلم معاك في جزئيه انا ملاحظها ويمكن هتاكدها عليا يا استاذ سهير، الثقه بالنفس. يعني انت ما شاء الله قاعد بتتكلم معايا وواثق في نفسك جدا وطلبه كتير جدا في المرحله اللي انت فيها دي، ما بيحسش الموضوع ده. هل المشاركه المجتمعيه كان ليها تاثير كبير جدا في انك تتكلم وتواجه وتقعد قدام الكاميرا ومفيش مشكله خالص وبتتكلم براحتك تماما؟ دي حقيقة، لأن فعلا احنا مع الوقت بدأنا نلاقي ان احنا داخلين على أدوار مهمة، طلبات إحاطة، بنقف قدام رؤساء أحياء وكلام زي كده. بنحتاج دايما ثقة بالنفس، انك تبقى واقف مش مجرد ان طفل بيتكلم، لازم يكون عندك الثقة ان انت وانت بتتكلم، انت بتتكلم عن قضية مهمة لازم تفضل تتكلم وتدافع ولازم تكون عنها. مركز فيها ومركز في كل نقطة ومحضر انت هتقول ايه. احنا بس معانا مداخلة تليفونية من محمد من المنوفية، برحب بيك يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا لابد ان نغرس من قيم الأطفال قيمة العمل التطوعي. معايا حضرتك؟ أنا مع حضرتك يا أستاذ محمد. ليه بقى؟ ليه؟ لأن العمل التطوعي دوت، طبعا أنا طالب بدرس علم اجتماعي يعني. طب أنا أساسا حضرتك بس يا أستاذ محمد اسمعنا من التليفون بس. ما أنا بسمع من حضرتك من تمام يعني، ما تشغلش بالك خالص بالتليفزيون، خليك مع التليفون. فقيمة العمل التطوعي دي قيمة هامة جدا، يعني بتغرس فينا قيم العطاء، قيم الإيثار، قيم تفضيل الآخر، حب الآخرين، والمشاركة مع الآخرين، وتفضيل الغير عن الذات. معايا حضرتك؟ انا مع حضرتك. طب شايف حضرتك يا استاذ محمد كده بنسبه قد ايه قيمه المشاركه المجتمعيه في اولادنا في المراحل العمريه المختلفه وخاصه مرحله التعليم الاساسي موجوده بنسبه قد ايه شايفها؟ يعني بنسبه 60%. 60% على فكره دي نسبه كبيره يعني. كويسه جدا. يعني عندكم في محافظه المنوفيه بيهتموا بالجزئيه دي وفي مشاركه مجتمعيه ما بين المدرسه والطلبه في المدرسه وما بين طبعا المجتمع المحيط؟ يعني بيفعلوا انشطه تدريبيه جدا
في المدارس فعلا الأساسية أو الابتدائية والإعدادية. اه تمام. في أي سؤال حضرتك حابب تطرحه على أستاذ سهير لا كمسؤولة مشاركة مجتمعية بقى؟ انا يعني بطرح يعني يجب حماية الأطفال من ايه يعني، عشان طبعا ما طبعا في المستقبل ان شاء الله يبقوا شباب، فيجب حماية الأطفال من الإدمان والتطرف والعنف، فلا بد يعني من التطرف والانحراف، فلا بد من حماية الأطفال جيدا لأنهم سوف يصيروا يصبحوا شباب المستقبل، هم اللي هيحملوا الراية، وجيل بيسلم جيل. اه طبعا. شكرا يا استاذ. شكرا للاستاذ محمد المنوفيه، شكرا جزيلا على المداخله التليفونيه. يمكن انا كنت بقول لآسر عندك ثقه بالنفس ما شاء الله، واكيد ده ليه تاثير بعوامل كثيره جدا، منها الجزئيه الخاصه بالمشاركه المجتمعيه، هو بيشارك والمفروض رئيس لبرلمان على مستوى حي وعلى مستوى المرحله العمريه اللي هو فيها، وبيقدم بطلبات احاطه وبيبتدي يتعامل مع جمهور، فالموضوع مختلف وعنده ثقه بالنفس، ده كان من المشاركه المجتمعيه. ده بيأثر على الطلبة بشكل كبير جدا، حضرتك شايفة إلى أي كم ممكن يأثر من ناحية الثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس بالنسبة لإعطاء الطالب هو إعطاءه حرية التعبير وإعطاءه إنك أنت عندك ليك حق إنك تعبر بس بأساليب معينة، ليك حق إنك تقول أنت عايز إيه، إعطاء المعلم الفرصة للطالب إنه يقول كل ما عنده، وبالتالي إن هو بيقدر يقوم سلوكه، بيقدر يفهم الطالب ده اتجاهه فين. يعني آسر بالذات، آسر انا فهمت اتجاهه فين وبدات اتواصل مع والدته في تنميه اسر، وفعلا اسر يعني لابد من التواصل ما بين المعلمه وما بين الاسره. مش هيحصل مشاركه مجتمعيه لو ما كانش فيه تواصل ما بالظبط بين الاسره وما بالظبط بين كده المعلمه وما بين البيئه المحيطه كمان بالمدرسه. بالظبط. انا بدات كمان عشان طبعا لظاهره الانحرافات لبعض الطلبه في بعض المدارس، بدات عملت ندوات لبعض الشخصيات زي محامي جبته وفهمهم بالقوانين الصارمه اللي بيعاقب عليه الشباب، وبدا بيشرح بكل بساطه جدا القوانين المصريه. بدات ان انا اعمل حاجات في المدرسه زي المشاكل المجتمعيه، دور الجد والجده، انا كرمت الجد والجده او عملت لهم احتفال وكانوا سعداء جدا جدا بالموضوع ده. فطبعا الطفل لما بيقول طب ما انا اجيب ماما، اقول له لا انت جيب جدك او جدتك، فكان مستغرب. فدوت اعطى برضو نبذة جميلة جدا جدا بالنسبة للاجداد، وتكريم العلاقة بين الطلبة والعاملين بالمدرسة، عاملين النظافة والمسؤولين، احنا بنقول لكم شكرا. فطبعا دوت يعني بيرفع من الروح المعنويه بالنسبه للعامل داخل المدرسه، وفي نفس الوقت برضه بيعطي قيمه للطالب، عارف ان هنا في قيمه وليه دور ودور ايجابي داخل المدرسه. بالظبط كده، ان العامل في المدرسه ده اساسي، ان هو السبب في انك انت بتيجي المدرسه بتلاقيها كويسه ونظيفه. وساعات كنت بعمل زي النظام ان الاطفال بيشاركوا في نظافه المدرسه بتاعتهم. المشاكل المجتمعيه لابد ان تعمم في كل المؤسسات الدوله وليست في المدارس فقط، ولكن زرعها في مرحلة عمرية زي اللي فيها ياسر دي مهمة جدا. يعني أنا لو عممتها في المدارس من دلوقتي وبشكل فعلي وبشكل علمي وممنهج، هاجي بعد 10 سنين 15 سنة هيكون ياسر اتخرج من الجامعة، زمايله اللي تحتيه أو اللي فوقيه بدأوا يتخرجوا، بدأ عندي في المؤسسات من غير ما أحس المشاكل المجتمعية والمسؤولية تجاه المجتمع. أكيد المشاكل المجتمعية أنا قلت لحضرتك إن هي لو طبقت بقوانينها بقواعدها المظبوطة مع الحرية في التطبيق، صدقني هنلاقي المجتمع المصري ده من أرقى المجتمعات. والطفل المصري، وأنا قلتها وبعيدها تاني، الطفل المصري أذكى طفل على مستوى العالم، وأنا احتكيت ببعض الأطفال في بعض الدول. الطفل المصري اديله المساحة واديله الإمكانيات واديله الرعاية هيفوق الطفل الياباني. كيف تكون الرعاية سليمة؟ يمكن ده السؤال اللي انا وقفت عنده قبل ما نروح لياسر. حضرتك شايف الرعايه السليمه للطفل المصري تكون ازاي من ناحيه الاسره ومن ناحيه المدرسه، لان هم دول العاملين الكبار جدا في تكوين شخصيه الطفل. من ناحيه الاسره لابد ان احنا بنعلم الاطفال الواجبات قبل الحقوق، الاعتماد على النفس، تطبيق مبدا الاخلاق للأسف دلوقتي بيعدى علينا بطريقة يعني بيعدى علينا كده
كشريط بمجرد حاجة بتعدي علينا وخلاص وبتنتهي، لكن ما بتتركش فينا شيء مهم جدا بنكبر على أساسه. الأسرة لابد أن تتواصل مع أطفالها. أنا بحس إن علاقة الطفل بالأسرة علاقة لا تتجاوز عن 30%، و70% تتراوح ما بين التلفزيون ووسائل الإعلام وما بين الأصدقاء والنادي والمدرسة. لا، أنا عايزة 30% دول يبقوا 80% مشاركة أطفالهم في كل شيء، في النادي، في المدرسة، في كل حياتهم، مع غرس القيم والمبادئ. المدرسة وعليها عامل كبير جدا، وفي ادوار كثيره جدا منها للأسف طبعا يعني بدايه من مدير المدرسه لحد اصغر عامل في المدرسه، هو عليه دور تجاه الطالب سواء بشكل مباشر او غير مباشر. والله اقول لك على يعني اقول لحضرتك على حاجة. للأسف المنظومة التعليمية، كل ما بنقول، كل ما بقرا عن المنظومات التعليمية السابقة اللي هي من 60 سنة وبقارنها بالآن، المفروض ان احنا في تقدم. انا بحس ان احنا في المنظومة الأخلاقية والتعليمية في تأخر وليس في تقدم. علاقة الطالب بالمعلم علاقة سيئة جدا جدا. علاقة الأسرة بالمعلم وبالمدرسة أصبحت سيئة جدا جدا. الأنظمة الأخرى في الدول المتقدمة بتعتمد على اختبار المعلم، اختبار في الصحة النفسية وفي المبادئ وصحيفة الأحوال الأخلاقية. من شروط برضو الطالب ان يكون، انه يستمر الطالب في المدرسة، ان تكون له صحيفة احوال سنوية، اخلاقياته وتعاملاته مع زملائه، مع المدرسة، مع المعلم، مع المنهج الدراسي اللي بيدرسه. لابد ان يكون يكون ليه هناك ملف، مش ملف فقط لا غير، فيه شهادة الميلاد او الشهادات اللي حاصل عليها، ولكن ملف يكون فيه كل حاجة لابد منها الاخلاقيات ومنها التقييم الاخلاقي والتربوي ومشاركته داخل المجتمع. للأسف ان في حسن السير والسلوك او الضبط السلوكي في المدارس لم يفعل بالطريقة الصحيحة. آسر، سؤال اخير ليك كده، يعني انا شايفك زي ما انا قلت قاعد بثقة كاملة، ودي حاجة عجباني جدا وبحييها فيك، ولكن قول لي كده، آسر بيحلم بإيه؟ يعني انت لسه في اولى اعدادي دلوقتي، اكيد بتخطط وتقول انا نفسي لما اكبر ابقى كذا، لا انا نفسي لما اكبر ابقى رئيس البرلمان الفعلي، مجلس الشعب. ده في دماغك ولا ترتيباتك ايه؟ لا، هو ترتيباتي الدراسية عامة أبقى طب، تبقى طبيب. تمام. لكن على المستوى بقى المجتمعي والمشاركة المجتمعية، وانت كمان يعني اشتركت في العمل السياسي حتى لو كان بشكل مسخر، بس بتتعلم منه على تمام. المستوى السياسي بقى. المستوى السياسي أرغب في الترشح بعد كده للبرلمان. للبرلمان، ايه اكتر نقطة مهمة كده هتيجي في بالك اول ما تكون عضو في البرلمان؟ طبعا اول حاجه لازم افكر فيها اهل الحي عندي، لان هم دايما الناس اللي بتنتخبني والناس دايما اللي بتصعدني، فلازم يكون الولاء الاول خد دايما. بالك انت بتعمل دلوقتي دعايه واعلان بقى لترشحك بقى، ان شاء الله باذن الله بالتوفيق يا ياسر، واشوفك دايما كده على خير، وتكون طبيب ممتاز، وتكون طبعا سياسي فاهم وواعي. بشكر ياسر احمد، طالب الصف الاول الاعدادي ورئيس برلمان حي حلوان عن الطلائع، شكرا جزيلا. لسه مستمرين مع حضراتكم، واستاذ زهير معانا، ولكن بعد هذا الفاصل هيكون معانا طالب اخر مشارك بشكل جد جدا في المشاركه المجتمعيه، واكيد هنعرف من خلاله ربت فيه ايه وايه القيمه الايجابيه اللي زرعتها فيه بعد هذا الفاصل. جميل جدا ان انا اكون بزرع في الطالب قيمه ايجابيه، مفيش شك في الكلام ده، وجميل ان انا بخليه يشارك مشاركه مجتمعيه في مرحله عمريه صغيره جدا، بيحس بقيمه المجتمع اللي هو عايش فيه، وازاي ممكن يكون بيشارك في البيئه المحيطه بيه بشكل ايجابي. والاجمل ان انا بوسع مداركه وبقول له شوف شؤون الوطن العربي عامل ايه، فكر في هذه الشؤون، مش بس مصر او المكان اللي انت منتمي اليه وولائك ليه، ولكن كمان ولائك برضو على مستوى اكبر للوطن العربي. نخلي شباب يفكر او في المراحل العمريه الصغيره دي في الفكره دي. معايا ومع حضراتكم دلوقتي الطالب امير احمد، طالب الصف الاول الاعدادي وعضو برلمان الشؤون العربيه طبعا للطلائع. برضو برحب بيك امير، وبعيد ترحيبي باستاذ سهير حسين عماره، مسؤوله مشاركه مجتمعيه باداره المعصره التعليميه. يعني يمكن حلو جدا ان انا بعرفه ازاي تشارك، ازاي تكون نسيج مفيد لهذا الوطن، ولكن كمان جميل ان انا برضو بقول له لا، انت عندك الوطن العربي برضو، ازاي تفكر في شؤون هذا الوطن من خلال مشاركه مجتمعيه بشكل او باخر زي برلمان وعضو زي احمد امير كده في هذا البرلمان.
والله الموضوع دوت كان من أيام ما كان عندهم 7 سنين، بدأت أعمل الوحدة العربية وأعرفهم بالوطن العربي من خلال السفارات الموجودة في مصر. عملت لقاءات مع السفارة الكويتية والسفارة السعودية دكتور أحمد كتان، وكان استقبال رائع جدا جدا منهم. آخر لقاء ليا كنت عملت تكريم أو إهداء من أطفال مدرسة سعد زغلول السنة اللي فاتت لسمو الأمير أمير دولة الكويت، وبعتنا له لي تذكار من المدرسة بصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير، وإهداء هذا التذكار عن طريق السفارة الكويتية. طبعا أكيد إحنا بنعيش في وطن صغير، وطن مصر، لابد من تعرف الأطفال على الوطن العربي. الفكرة دي جات لي من ساعة ما سألت الأطفال: انتوا عارفين يعني ايه وطن عربي؟ عارفين يعني ايه مملكة عربية سعودية، كويت، امارات؟ لقيت الولاد ما يعرفوش اي حاجة. او ممكن يكون عارف على حد الدراسات اللي بيدرسها في سواء في مادة الدراسات الاجتماعية، حاجات تكون بسيطة جدا كمعلومات فقط لا، تقريبا هو في الكيجي ما كانوش عندهم اي في فترة خلفية، مرحلة خلينا الدراسة. طب اكيد الاطفال. طبعا هو مرحلة صغيرة جدا. فبدأت ان انا ابدأ بالمشروع دوت التعرف على الوطن العربي، وعايزة الوطن العربي لان قريت كتير جدا. انا عايزه ارسم صوره للوطن العربي: لا احنا اطفالنا حلوين، احنا كويسين جدا ومثقفين جدا جدا وعندنا وعي كبير جدا جدا. وانا بقول لهم احنا هم، وفعلا لما عملت اللقاءات ديت احرزت اعجاب السفارات اللي احنا رحناها فعلا بالاطفال. اشعار ان ناقشوا بعض القضايا، قضايا فلسطينيه وقضايا الوحده العربيه، واقترحوا كمان على السفراء بعض المقترحات او المشاريع اللي ممكن يكون فيها تبادل ما بين مصر وبين الدول العربيه. تبادل الافكار والخبرات بالظبط والثقافات طبعا. كده. بقالك قد ايه في المشاركه المجتمعيه؟ يمكن استاذ سهير بتقول احنا بدانا من مرحله رياض الاطفال، بنحاول بقدر الامكان في المرحله العمريه الصغيره دي نعرفهم بعض الحاجات حتى لو كان بشكل بيتساوى مع هذه المرحله. بقالك قد ايه يا امير؟ احنا في البرلمان؟ لا مش في البرلمان، خلينا بقى في المشاركه المجتمعيه. انت بعد كده رحت بقى البرلمان، حتى لو كان البرلمان هو محاكاه لحياه سياسيه بالنسبه للطلائع والمرحله العمريه دي، ولكن هو بيفيد زي ما انا قلت كده ان هو بيكون عنده وعي سياسي ووعي ثقافي. لما نروح كمان لعضو برلمان شؤون بقى عربيه الموضوع بيختلف تماما. احنا حضرتك من كي جي 1 كانت ميس سهير كانت بتاخدنا في لقاءات مع سفارات، وكانت بتاخدنا مع سفير كذا سفير يعني، وكنا بنروح يعني نقدم لهم هدايا وكده. ما كنتش يعني الكي جي 1 وكي جي 2 دي مرحله صغيره جدا، اهم حاجه عنده، وعلى فكره في المرحله اللي انت فيها طلبه وطالبات كتير جدا، هو اهم حاجه عنده اللي هو يلعب يروح النادي. ما بيجيش في باله قوي ان انا ممكن يكون عندي مشاركه مجتمعيه، ان انا ابتدي اتعلم حاجه جديده، ابني في شخصيتي حاجه جديده. انت استوعبت الكلام ده وانت في السن الصغير ده يا امير؟ بدات تتفاعل ازاي معاه؟ يعني بدات تعمل ايه؟ تروح تكلم استاذ سهير ايه في ايه وانت لسه في السن الصغير؟ كنت بتكلم عن احنا ازاي نعمل تبادل ثقافات ما بين الدول العربيه وبين مصر. وانت لسه صغنن كده بتبادل ثقافات مره واحده. عضو بقى البرلمان الخاص بي زي ما احنا نقول كده الشؤون العربيه، بيعمل ايه؟ يعني انت المفروض بتعمل ايه دلوقتي كده في هذا البرلمان؟ احنا بنقدم لرؤساء الاحياء، بنقدم لهم طلبات ان احنا ازاي نعمل وحده عربيه بين البلاد. يعني مثلا بتقدم مقترحات او افكار. مقترحات فاحنا مثلا يعني زي حضرتك شايف في الدول العربيه يعني مثلا زي سوريا وحاجات زي كده، احنا بنحاول نعمل وحده عربيه من احنا صغيرين عشان لما يطلع الجيل الجديد يشتغل عليها. كان عندك افكار خاصه بيك انت بتقدمها، بتقول احنا ممكن نعمل ثقافات بشكل او باخر مع الدول العربيه ونتبادل معاهم الثقافات في المرحله العمريه الصغيره دي؟ يعني احنا مثلا زي حضرتك شايف كده مثلا الامارات، دبي، التكنولوجيا فيها عامله ازاي، واحنا بنحاول ندخل التكنولوجيا دي في مصر. بتحاول بقدر الامكان تعمل التبادل ده. التبادل الثقافي ده ممكن يؤثر على الولد ازاي؟ بالإيجاب ممكن بالسلب. وممكن بالسلب إذا لم توجد الإمكانيات ويوجد الدافع. بالإيجاب لو أنا وضعت الطفل المصري أو الطالب المصري في منظومة ابدأ بنفسك، أنا مش شرط يكون كل حاجة عندي، أنا ممكن أبدأ من حاجة صغيرة جدا جدا بس ابدأ. ممكن تعمل مدرستك أو البيئة الصغيرة دي مجال للتكنولوجيا، مجال للتعاون،
من خلال البيئة المدرسية. أنا بركز ليه على البيئة المدرسية؟ لأن هي البيئة المسيطرة على الفكر الطالب المصري، بتسيطر بنسبة 90%. والمشاركة المجتمعية دلوقتي بدأت تهتم قوي باحتكاك أو بإقامة علاقة ما بين الطالب وما بين مدرسته. كان في نظام زمان حلو قوي، نظام الشرطة العسكرية أو المرشدات. كنا أيامنا إحنا كانت المرشدات دي كنا بنفرح بيها جدا جدا بالموضوع ده. هي مجهدة، لكن بتحسسنا كده ان احنا مسؤولين، بتعودنا المسؤوليه، بتعودنا على تحمل المسؤوليه بجد. وكان في الحكم الذاتي بالظبط، هو كده. للاسف دلوقتي لو طبقت الحكم الذاتي بتجد، انا حاولت ان انا اطبقه، ان انا انزل بعض فصول كيجي لتنظيف الفناء بعد فسحه الكبار، حتى الكبار يتعلم من الصغر. ونجحت هذه التجربة يا أستاذة سويف؟ نجحت وأحرجناهم، بس لكن أولياء الأمور، أولياء الأمور، ما أنا عاوز بقى أتكلم عن أولياء الأمور. هيقول لك ده لسه في كيجي وهو جاي عشان يتعلم، لا مش الكيجي للأسف، الكيجي لا ما حصلش فيه أي مشاكل، لكن الكبار شوية، الكبار هم الكبار اللي بتوع إعدادي وثانوي. لما بدأنا نفرض عليهم الموضوع دوت بشكل ودي، إحنا أولادنا جايين نتعلم مش جايين ينظفوا المدرسة. مع العلم اللي إحنا بنقول حاجة، إن في اليابان والنظام الياباني بيعتمد في الاول على طبعا على تربيه الاخلاق الحميده في الطالب، بعد كده بيجي العلم، وده المفروض وزاره التربيه والتعليم بتحاول تعمله بقدر الامكان. مش عيب ابدا ان انا انظف فصلي، انظف المكان اللي انا بعيش فيه او اللي انا بتعلم فيه، هتعلم بعد كده ان انا ازاي احافظ على هذا المكان. على فكره في اليابان اللي هي احنا بنقول عليها كوكب تاني، بيتعاملوا من هذا المنطلق، الطالب والمعلم في المراحل العمريه المختلفه بيتشاركوا مع بعض في نظافه المدرسه. أكيد طبعا. التجربة اليابانية أو الطالب الياباني لم يوجد عاملات أو عاملين بالمدرسة، الطالب والمعلم هم الذين يقومون بهذه العملية، ففي نظام وفي حب للمكان. لو اتكلمنا إحنا عن المجتمع المصري، أنا ممكن المعلم يسيطر على الولي الأمر بطرق عديدة جدا. عشان كده أنا بقول لابد قبل أن يكون معلم، لابد أن يكون جاهز أن يكون معلم في السيطرة، إن أنا أقدر أجذب ولي الأمر إن هو يفعل كل شيء ويتعاون مع المدرسة. لكن الظاهرة الجديدة الآن نفور ما بين الطالب وما بين المعلم وما بين ولي الأمر وما بين المدرسة، ودي فجوة على فكرة لازم تحل بشكل او باخر. ويمكن تأثير كبير فيها على فكرة هو مشكلة الدروس الخصوصية. بقت المشكلة ما بين المعلم والطالب هي المصلحة ما بين الدروس الخصوصية، فخلى الطالب ينظر للمعلم نظرة اللي دي مصلحة مش اكتر ولا اقل، والمعلم ينظر للطالب ان هو بياخد من وراه مصلحة، وبينسى تماما ويتناسى الرسالة المهمة اللي هو بيقوم بيها، وهو تعليم وتربية هذا الطالب. هيكون معانا صورة دلوقتي امير هتعلق لنا عليها، وانا لسه مش عارف الصورة عبارة عن ايه، بس انا اعتقد لا هي موجودة معنا اهو. يعني انا شايف كده صورة فيها مجموعة من الطلبة والطالبات، كل واحد فيهم لابس زي عربي معين. ده من النشاطات او الانشطة الخاصة بالبرلمان اللي انت بتمثله. احكي لي الصورة بقى عبارة عن ايه، علق لي عليها كده. الصورة دي احنا كنا في السفارة الكويتية، فاحنا كنا رايحين مثلا نتبادل صفقاتنا ثقافات. تبادل الثقافه ما بينك وما بين الطلبه اللي في المرحله العمريه اللي معاك. تمام كده. انا شايف طب ايه ازاي يعني، هل دول برضو طلبه مصريين ولا برضو هم مصريين بس هم مصريين بس هم بيرتدوا ازاي للدول العربيه المختلفه؟ لا هو انا عملت الوحده العربيه، عملت الزي العماني، الزي السعودي، الزي الكويتي، الزي الفلسطيني، الزي السوري، وكل طفل عبر عن الشخصية اللي بيمثلها سواء بالشعر او بالكلمة. وطبعا كانت الرمز مصر اللي كانت لابسة علم مصر كنزي، هي اللي اتكلمت باسم مصر واقترحت المقترحات على الدكتور رشيد الحمد للتبادل. كنزي كانت في كي جي 2 ساعتها، في ذلك الوقت. هي الان في ايه او قالت ايه؟ اقترحت بتنشيط الاستثمارات
ما بين مصر والكويت، فاستغرب، فبدأ انا مستغرب والله يا استاذ مريم، بيناقشها يعني لسه فيقول صغيره وفي المرحله دي وبتتكلم في استثمارات ما بين الكويت وما بين مصر وبتدور على فكره ممكن تكون جديده ورائده. ما هي هو حتى استغرب، حتى بيسألها، فبيقول لها يعني ايه الاستثمارات؟ قالت له تبادل استثمارات وإقامة مشروعات في مصر ما هو انا بقول بمنتهى الامانه يا استاذ سهير، الكلام ده بيبقى نابع من الطفل او طالب في المرحله دي، ولا ده بيرجع لممكن بتغذيه غير مباشره من المعلم اللي هو ممكن يتكلم معاه ويقوله ممكن نطرح كذا او نخلي كذا، او بيجي بشكل مباشر؟ لا، هو بالتواصل ما بين المعلم وولي الامر. انا ازاي طريقتي؟ ان انا بقول لهم يا جماعه احنا رايحين بكره يا اولاد السفاره، بعد 4 ايام السفاره الكويتيه، شوفوا انتوا عايزين تقولوا ايه. طبعا ولي الامر بيساعد الطفل في البحث وليس في التلقين. هم هؤلاء الاطفال كانوا بالبحث وليس بالتلقين، قول كذا، لا بالبحث، نشوف الكويت دي عباره عن ايه، الدول العربية دي عبارة عن ايه. الولد اللي اتكلم عن القضية الفلسطينية بدأ يتكلم وقال شعر عن القضية، عن القضية الفلسطينية، وبدأ يتكلم قال له كلمة يعني هو بصراحة لحد دلوقتي فاكرها، سيادة السفير، قال لو كنا عرب متحدين ما كانت اصبحت ما اصبحت فلسطين محتلة. فانا بقول له انا يعني انا سألته انت يا محمد يعني حد قالها لك؟ قال لي لا يا ميس، انا اللي دخلت على النت وشفت فلسطين وشفت صور وشفت الاحداث وشفت العرب، دي كلمة من عندي انا. فالطالب انا قلت وبركز ان الطفل المصري من اذكى الاطفال في الدول، لا، واحساس طفل واحساس مصري احساس مرهف في مرحلة عمرية صغيرة بالحلم العربي او بالعروبة او بحلم وحدة العربية بشكل كامل وبشكل فعلي، ده مؤشر حلو جدا. امير، انت كعضو بقى في البرلمان اكيد طبعا بيتكلم مع اصحابك اللي في نفس المرحله العمريه، دايره النقاش بتكون ازاي؟ ممكن حد منهم يجي يقول لك هو انت فاكر نفسك فعلا عضو في البرلمان هتيجي تتكلم معانا بقى وتنصحنا؟ بيحصل الكلام ده؟ لا عادي، يعني احنا كلنا مفيش حد بيتريق على حد او بيحب بتتكلم معاهم عادي خالص وبتتكلم معاهم بشكل ايجابي، كل واحد بيتبادل الاراء، بنتبادل الاراء. طب هنا كان في الصوره دي في تبادل الاراء ولا كنتوا بتعملوا ايه؟ لا، احنا هنا كنا بنقابل برضه السفير. كنت انت كنت لسه هنا صغير قوي تقريبا، كان يعني اصغر من كده. سؤال كان بيسأل، كنت في سنه كام؟ هنا كنت في اولى ابتدائي. فاكر السؤال اللي انت سالته ولا نسيته بقى بعد ما بقيت في اولى اعدادي؟ مش فاكر طبعا. لكن انت فاكر يعني حاجه زي اللي انت شاركت فيها دي وزي اللي واضحه معانا في الصوره ده ممكن يكون زرع فيك ايه؟ يعني خلى عندك ثقه بالنفس كده، يعني ما شاء الله قاسر وانت عندهم ثقه بالنفس، خلى ده عندك ثقه بالنفس اللي انت ممكن تتكلم قدامك سفير بتتكلم معاه عادي خالص وبتطرح ممكن فكره او بتقول سؤال؟ طبعا ده خلى عندك الموضوع ده. تمام. الاسره بتشجعك على ده امير؟ ولا بيقول لك التفت لدراستك، انت اهم حاجه تذاكر عشان تخش كليه الطب، اهم حاجه تذاكر عشان تخش كليه هندسه؟ لا، والدتي ووالدي هما اللي بيشجعوني ان انا اعمل كده. بيخلوك اللي فيه مشاركه مجتمعيه، لكن مش كل اولياء الامور كده يا استاذ سمير. جدا ممكن حضرتك ذكرتي مثال، انا ابني جاي عشان يتعلم مش جاي عشان يعمل اي حاجه تانية، ومع الاسف دي فكره خاطئه تماما، لاني مش بربي في ابني بس المعلومه، ولكن انا عاوز اربي فيه قيمه، وده هيتم من خلال الانشطه والمشاركات المجتمعيه. انا احب اركز على حاجه معينه، ان المعلم عنده القدره ان يجعل ولي الامر يستجيب للعمليه المدرسيه، وعنده القدره ان يجعل ولي الامر يتنافر مع العمليه المدرسيه. انا لما كنت بتكلم مع اولياء الامور كان في تجاوب، وكان في نوع من انواع التعاون. انا في المشاركه المجتمعيه وفي اللقاءات دي المدرسه والاداره لم تتكلف بأي تكاليف مادية، كان كله من أولياء الأمور وعن حب، وكان من عندي أنا برضو عن حب. المعلم إذا أحب العملية التعليمية أنتج أطفالا وأجيالا تفتخر بها الأجيال القادمة. المعلم ليه ركيزة جدا جدا على أنك أنت بيحصل حلقة نقاش ما بين حضرتك وما بين الطلبة اللي زي أمير وآسر، ايه مشاكلكم في المدرسه؟ المعلم او المعلمه ازاي بيتعامل معاكم؟ المفروض انتوا كمان ازاي تتعاملوا معاه بشكل او باخر؟ هم ما زالوا، انا مدرسه رياضه اطفال، ولكن ما زالوا بيجوا لي وبيقولوا لي المدرس عمل معنا كذا، مش عارفه نعمل ايه كذا، اقول لهم لا اعملوا كذا، ويلاقوني انا المحاميه بتاعتهم في المدرسه داخل المدرسه، ولو في مدرس كده اتكلم معاه لا ما تعملش كذا، المفروض بتعمل كذا. فانت عايز تجذب الطالب ليك او تجذب ولي الامر، لابد ان تكون على قدر
من المسؤولية وليس معلم فقط، وإنما لابد أن تكون أم وأب داخل المدرسة. دي يمكن رسالة مهمة جدا حضرتك بتوجهيها لكل معلم داخل المدرسة، ان هو يكون اب او اخ او ام او اخت للطالب الموجود ويقدم له الرسالة على اكمل وجه. انا سألت امير كده، قلت له سألت اسر، ملخبطين انتوا، سألت اسر قلت له انت نفسك تطلع ايه يا اسر؟ امير نفسه يطلع ايه لما يكبر؟ انا نفسي اطلع مهندس برمجة. مهندس برمجيات؟ اشمعنى يعني؟ ايه السبب؟ ايه اللي خلاك تروح للبرمجيات؟ حاسس اللي هي لغة العصر بقى والكمبيوتر والكلام ده؟ ايه، اصلا انا باخد كورسات كمبيوتر وبرمجة. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله وتبقى مهندس كبير. بشكرك على وجودك معنا النهارده، بشكر الطالب امير احمد طالب بالصف الاول اعدادي وعضو البرلمان، وانا بقول برلمان هنا بشكل محاكي للي بيحصل بشكل او باخر لشؤون العربيه زي ما احنا قلنا. وكانت ضيفتنا النهارده برضو الاستاذه سهير حسين عماره مسؤوله مشاركه مجتمعيه باداره المعصره التعليميه. بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا. وسريعا كده انا عاوز اقول لحضراتكم على حاجه، يمكن احنا كنا بنسجل النهارده مع مجموعه من الطلبه والطالبات في مرحله عمريه صغيره جدا، كان منهم طالبه في الصف الثاني الثانوي كانت بتعمل احتفاليه ليوم اليتيم وكانت منظمه لهذه الاحتفاليه، قالت لي كلمه، الكلمه دي كانت جميله جدا، انا ببني شخصيتي انا بشارك في العمل التطوعي عشان ببني شخصيتي انا. فدي الفكره اللي احنا عاوزينها تكون سائده، لان لو انت بتبني شخصيتك بشكل سليم اكيد لما هتكبر هتكون داعم لهذا الوطن بشكل سليم. بشكركم على حسن المتابعه واشوفكم على خير.